انا اصلا ما كنتش نازل، ما كنتش مؤمن اصلا ان في اي حاجه في البلد دي ممكن تتغير، بس قلت بما ان كده كده في الجيزه والبرادعي هيصلي الجمعه هناك في جامع الاستقامه هنزل اصور. نزلت ومعرفش ليه لقيتني واقف في تاني صف في المظاهره، يمكن عشان لقيت ناس اصغر مني قلت هما مش ارجل مني، او يمكن عشان دايما بقول لنفسي ان انا ما بخافش من حاجه. والمره دي فعلا ما كنتش خايف من حاجه، ولا حتى من عربيات وعساكر الامن المركزي اللي واقفين بيضربونا بالقنابل من فوق الكوبري. مهم، لقيتني واقف في تاني صف بهتف مع الناس سلميه سلميه. اول رد كان قنبله مسيله للدموع عدت من قدام وشي، ودي طبعا كانت تحيه من الباشا اللي واقف فوق عربيه الامن المركزي اللي فوق الكوبري. في الاول انا افتكرتها طوبه لحد ما طلع منها الدخان وشميته كله. كنت لسه شاب فرفور مش واخد على القنابل المسيئه للدموع ولا على ريحه الغاز. لقيتني مش قادر اتنفس، كان كل همي ساعتها ان انا اكتم نفسي عشان كل ما كنت بحاول اتنفس كنت بتخنق زياده. طبعا ما كنتش شايف حاجه. فجاه سمعت واحد بيقول اجروا. جريت، بس وانا بجري اتكعبلت، وبصراحه انا هنا خفت لان الناس تدوس عليا. بس لقيت واحد ما اعرفوش قومني وفضل يجري بيا وغسل لي وشي ببيبسي. كان كل شويه واحد يقع وواحد يقومه، واحد تاني يغسل له وشه ببيبسي. واحد يقع وواحد يقومه، واحد تاني يغسل له وشه ببيبسي.